إرنست ماير تطوري شهير يقول في كتابه What Makes Biology Unique يقول أحافير الإنسان مفصولة عن أحافير القردة الجنوبية بفجوة كبيرة ليس فيها أي أحافير بيننا وبين القرد الأفريقي الجنوبي فجوة كبيرة خالية تماما من الأحافير ده كلام إرنست ماير شخصيا فاللي يقول لك البشر البدائيين ده هلاس اللي يقول لك اسلاف البشر الاوائل ده نصاب او جاهل جدا اللي يقول لك حلقه وسيطه بين الانسان والقرد الافريقي الجنوبي فده بني ادم شارب ميت غسيل حرفيا سبحان الله